السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا ليس بغافل، أيقنا بذلك يا ربنا، أيقنا أنك لست بغافل عما يعمل الظالمون، أيقنا بقولك إنني معكما أسمع وأرى، أيقنا بأنك السميع، أيقنا بأنك البصير، أيقنا بأنك تعلم ولا نعلم، أيقنا يا ربنا بأنك أرحم الراحمين. معشر الإخوة، في غزة وفي فلسطين اثبتوا ثبتكم الله على الإيمان، فأنتم بين يدي قوم قال الله فيهم: يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حفظوا أولادكم يا أهل الإسلام خصال هؤلاء القوم الذين يدكون إخواننا في غزة، إنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إنهم قالوا عن ربنا سبحانه وتعالى، قالوا عنه: يد الله مغلولة. لقد قالوا عن ربنا تبارك وتعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء. هكذا قالوا عن ربنا تبارك وتعالى. فقوم قالوا هذا في ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم، قالوا عنه: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا عنه: يد الله مغلولة. قوم قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس. قوم يسعون في الأرض بالفساد، كما قال الله تعالى إذ قال: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، إذ الله قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآيات. فاصبروا يا أهل الإسلام صبرا صبرا يا إخوة في غزة وفي فلسطين وفي بقاع الأرض. اذكروا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اذكروا قول ربكم جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام في غزة وفي فلسطين وفي بقاع الأرض، اذكروا قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اذكروا قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يا أهل الإسلام، اذكروا ما قصه الله عليكم في كتابه الكريم وما بينه رسولنا في سنته الثابتة الصحيحة. إن ربكم قال في كتابه الكريم في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
لقد خد أهل الكفر الأخاديد وأضرموا فيها النيران وأتوا بالمؤمنين الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد وطالبوهم برجوع عن دينهم وإلا قذفوا في النار. فثبتوا على دينهم وقذفوا في النار غير مبالين ولا مهتشين، كل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضوان من الله سبحانه وتعالى. إن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من كان قبلكم، يعني من أهل الإيمان، من يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه، لقد كان أحدهم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بها ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. إن امرأة، وهي في قصة ماشطة بنت فرعون وفي قصص أخرى أيضا، أولادها يقتلون أو أمام عينيها واحدا تلو الآخر، يوضع أحدهم على بقرة محماة من نحاس فيصهر أمام عينيها الواحد تلو الآخر حتى جاء الرضيع فكأنها أشفقت عليه وأرادت أن تتراجع، فأنطقه الله في المهد قائلا يا أمه اثبتي فإنك على الحق. يا للإسلام تمسكوا بدينكم، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمسكوا بدينكم فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يا أهل الإسلام لقد دمرت بلاد بالزلازل، ودمرت بلاد بالفيضانات، ودمرت بلاد بالأعاصير، دمرت بلاد بصور شتى، فشرف لكم أن تقتلوا وأنتم على طاعة الله لتكون كلمة الله هي العليا لا كلمة أحد سواه. شرف لكم أن تموتوا أو تقتلوا وأنتم تقولون لا إله إلا الله، ليس لكم ذنب سوى أنكم آمنتم بالله العزيز الحميد. اثبتوا يا أهل الإسلام، حتى إن الذي لم يقتل في المعارك صاحب الهدم شهيد كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيقنا يا ربنا أنك أرحم الراحمين، أيقنا أنك لست بغافل يا رب العالمين، ولكن يا ربنا ارحم ضعفنا، أيقن أن النصر من عندك وحدك لا شريك لك، أنت خير الناصرين، أنت خير الناصرين، قلت وقولك الحق، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم يا ربنا ارحم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل البقاع، واتخذهم يا رب شهداء عندك. يا ربنا ارحمهم رحمة واسعة، واكشف عنهم الضر يا أرحم الراحمين. إخواني في غزة وفي فلسطين، لقد قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقرت بطنه وجدعت أنفه ومثل به تمثيلا شديدا، ولكن وكما قال ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
اثبتوا ثبتكم الله على الإيمان، اثبتوا ثبتكم الله على القرآن، اعلموا أن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أيقنوا بأن الله قال إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فالله سبحانه ليس بغافل، وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا ربنا أنت لست بغافل، ونحن لسنا بأرحم منك بل أنت أرحم الراحمين، ولسنا بأعلم منك فأنت العليم الخبير، ولا علم لنا ولا علم لنا إلا ما علمتنا. صدقت يا ربنا إذ قلت عسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيقنا يا رب أنك العليم، أنك أحط بكل شيء علما، أيقنا يا ربنا أنك مطلع وخبير. لقد قلت لرسولك وأنت أصدق القائلين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقلت له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قلت ذلك يا رب، ونحن نعلم أنك يا رب تعلم حزننا على إخواننا، وتعلم يا رب ما يحل بإخواننا، ولكن أنت أرحم الراحمين، وظننا فيك حسن يا ربنا، وقد قلت أنا عند ظن عبدي بي، فنحن نظن بك كل خير يا ربنا، وإن قتلنا وإن متنا ومهما حدث لنا فنوقن بأنك أرحم الراحمين، وظننا بك حسن يا ربنا، فإن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تمسكوا بكتاب الله أهل غزة، تمسكوا بكتاب الله أهل فلسطين، تمسكوا بالعروة الوثقى حتى تلقون ربكم عز وجل، ولن يتركم الله أعمالكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اثبتوا ثبتكم الله، ولا ثبات لنا إلا بالله، قولوا مقولة رسولكم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، العون منك يا رب، والصبر بك يا رب، والنصر من عندك يا رب. سلام الله عليكم يا أهل غزة ويا أهل الإسلام، ورحمته وبركاته، سلام عليكم في الدنيا، وإن شاء الله سلام عليكم يوم تلقون ربكم، سلام عليكم والملائكة تدخل عليكم بإذن الله من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والسلام عليكم يا أهل الإسلام جميعا ورحمة الله وبركاته.